بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطالب أحمد هاشم كريم، كلية علوم حاسوب وتكنولوجيا المعلومات، قسم البرامجيات، المرحلة الثانية، دراسة المسائية. عنوان البحث: Memory Segmentation in A086 Microprocessor، تجزئة الذاكرة في المعالج 8086. Segmentation، التجزئة. The process هو عملية in which the main memory of the computer is logically. عملية الذاكرة التي يتم تقسيم الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر منطقيا إلى أجزاء مختلفة، ولكل segment has its own base addresses. كل قطعة عنوانها الأساسي يتم استخدامه بشكل أساسي لتعزيز speed of execution of the computer system، بحيث يكون المعالج قادرا على جلب البيانات من الذاكرة وتنفيذها from the memory easily and fast، بصورة سهلة وسريعة. Need for segmentation، الحاجة إلى التجزئة. البيو اللي هي وحدة واجهة الحافلات تحتوي على 4 special purpose register، 4 سجلات لأغراض خاصة ذاكرتها 16 بت، تسمى called as segment register. أول واحد هو code segment register CS، used for addressing memory location in the code segment of the memory where the executable program is stored. يستخدم لمعالجة موقع الذاكرة في مقطع التعليمات البرمجية من الذاكرة، حيث يتم تخزين البرنامج التنفيذي executable program. أن النوع الثاني هو Data Segment Register DS، يشير إلى جزء البيانات من الذاكرة حيث يتم تخزين البيانات Data is stored. النوع الثالث Extra Segment Register يشير أيضا إلى جزء في الذاكرة وجزء آخر من البيانات في الذاكرة، يرمز له ES. عندنا الريجستر الرابع اللي هو segment register، واللي يرمز له SS، يستخدم use of addressing stack segment of the memory. The stack segment is that segment of memory، يستخدم لأنه معالجة قطعة المقدس في الذاكرة. قطعة المقدس هو قطعة الذاكرة segment memory which is used to store stack data، تستخدم لحفظ بيانات المقدس. عدد خطوط العناوين number of addressing line في المعالج 8086 هي 20، ووحدة الاستثمار الخاصة بإرسال العنوان المعالج هي تأخذ 20 بت، لذلك وذلك سؤال أساس one of the واحد ميجا بايت ميموري لوكيشن للوصول إلى أحد مواقع الذاكرة، واحد إلى موقع واحد ميجا بايت من الذاكرة. تسجيلات قطعة أربعة فعليا تحتوي على 16 بت كقيمة عليا، يعني الـ 4 segment register still contain the upper 16 bit of the starting addressing of the 4 memory segment of
64 كيلو بايت each with which the A0A6 is working at the instant of time. من مقاطع عناوين البدء ال 16 بت العليا من عناوين البدء من مقاطع الذاكرة 64 كيلو بايت لكل من العمل ريجستر 8086 في تلك اللحظة من الوقت. A segment of logical unit of memory that may be up to 64 كيلوبايت long. قطعة هو وحدة منطقية من الذاكرة التي قد تصل إلى 64 كيلوبايت. Each segment is made up of contiguous memory location. يتكون كل قطعة من مواقع الذاكرة المتجاورة contiguous location memory location. Is and divide وهي وحدة مستقلة يمكن معالجتها بشكل منفصل addressable unit. Starting address will always be changed. سيتم تغيير عنوان البدء دائما. Will not be fixed ولا يتم إصلاحها. Note that the A0A6 does not work the whole 1 megabyte memory at any given time. في المعالج 8086 لا يعمل الذاكرة 1 ميجا بايت في كل الذاكرة 1 ميجا بايت في أي وقت معين. ولكن وفيما يلي طريقة واحدة ومع ذلك فإنه يعمل فقط في 4 شرائح 64 كيلو بايت داخل الذاكرة 1 ميجا بايت. وفيما يلي طريقة واحدة بيرو is the one way of positing. الطريقة واحدة لتحديد موضع 64 كيلو بايت داخل مساحة الذاكرة 1 بايت memory space of the A0A6 في البرنامج 8086. هذا الرسم يمثل لنا شلون الأربعة اللي كل واحدة تكون من 64 كيلو بايت تكون في 1 ميجا بايت من مساحة الذاكرة الأساسية واللي هي ال PIU السيجمنت ريجستر فور سيجمنت ريجستر الأكسترا سيجمنت والستيك سيجمنت والكود سيجمنت والداتا سيجمنت كل واحدة بها 64 كيلو بايت. تشغل هذا الموقع تيب اوف سيجمنتيشن overlapping segment و non-overlapped segment. overlapping segment يبدأ المقطع من عنوان معين ويمكن أن يصل حجمه الأقصى إلى 64 كيلو بايت. But the nether segment start along with this 64 كيلو بايت location of the fourth segment. ولكن إذا كان جزء آخر يبدأ من هذا الموقع 64 كيلو بايت من الجزء الأول first segment, then the two are said to be overlapping segment. يقال عن هذه الاثنان بالمقطع overlapping segment المقاطع المتداخلة. non-overlapped segment المقاطع غير متداخلة أو متراكبة. segment قطعة يبدأ عنوان معين ويمكن أن يصل maximum size can go up the 64 كيلو بايت. ولكن إذا كان يبدأ مقطع آخر قبل هذا الموقع 64 كيلو بايت من ال third segment then the two segment are said هذان المقطعين يسمون noun over labeled segment. And the rules of
segmentation، قواعد عملية التجزئة، واللي segmentation process flow sum rule، قواعد عملية التجزئة تتبع بعض القواعد اللي هي أولا the start addresses of segment should be such that it can be evenly divided by 16، بغى أن يكون عنوان البداية لشريحة ما بحيث يمكن تقسيمها بالتساوي على 16. The minimum size of a segment can be 16 byte and the maximum كان ب 64 كيلو بايت. الحد الأدنى يمكن أن يكون 16 بايت، لحجم قطعة 16 بايت، والحد الأقصى يصل إلى 64 كيلو بايت. آخر موضوع عن الـ segmentation هو الـ advantage، الخصائص أو المزايا. The main advantage of segmentation are as follows، القواعد المزايا الخصائص الأساسية للتجزئة. واحد it provide a powerful memory management machine، يسمح للعملية يوفر آلية قوية لإدارة الذاكرة. النقطة الثانية يمكن تنفيذ البيانات ذات الصلة أو كومة العمليات ذات الصلة في قطاعات مختلفة different segment. النقطة الثالثة يمكن القيام به عملية ذات الصلة رمز في مقاطع رمز منفصلة code segment. النقطة الرابعة يسمح للعمليات بالتبادل بسهولة، it allows of processing to easily share data، تبادل البيانات بسهولة. النقطة الخامسة يسمح بتوسيع قدرة عنوان المعالج، ايتيزا يسمح باستخدام سجلات 16 بت لإعطاء قدرة معالج 1 ميجا بايت دون تجزئة، فإنه يتطلب ريجستر 20 بت، سجلات 20 بت. النقطة الأخيرة من الممكن تحسين حجم الذاكرة، السايز ميموري، ميموري سايز of code data or stake segment، بيانات حجم الذاكرة من البيانات، التعليمات البرمجية أو أجزاء المقدس وراء 64 كيلو بايت عن طريق تخصيص أكثر more than one segment for each area، أكثر من قطعة واحدة لكل مساحة لكل منطقة.